يا جمال، صباح الفل. لا انا صحيت من بدري، كنت لسه اتحرك. لينا؟ طب يلا يلا، انا جاي لك دلوقتي على طول. يلا سلام. ايوه يا فندم، وصلنا سيادتك يا فندم. بكلمك من البلاغ يا فندم. شغالين يا فندم، بس لسه ما وصلناش لحاجه. جاري استكمال التحريات. امر سيادتك يا فندم. امر يا فندم، امر امر امر. اه جنبي يا سيادتك. اتفضل يا فندم، اتفضل. سيادة اللواء. اه طبعا طبعا، بس يا ريت الموضوع ما يخرجش بره. سيادتك عارف ان الموضوع زي ده لو خرج حيب. طيب مشكر، مشكر جدا. مع السلامة. سلام. جمال بيه، انا عايزك تطمن باذن الله بنتك هترجع، بس انا هستأذنك في شويه اسئله. الاسئله دي هتساعدنا كتير. اتفضل يا سيدي. اللي انا فهمته من كلامك انك ما كنتش موجود امبارح بالليل في البيت، صح؟ تمام. اخر حد في البيت شاف لينا مين؟ اه طبعا شفتها قبل ما انام، كانت حوالي الساعه 11. دخلت وقلت لها تصبح على خير هي وصحبتها. طيب كان في مشاكل بينها وبينكم قريب؟ حد كان مضايقها مثلا؟ لا طبعا. ما يمكن يا فندم حد ضايقها، هي زعلت قررت تسيب البيت. اي حد في سنها بيعمل كده الايام دي؟ يا حضره الضابط، قلنا لك لقينا حاجه البنت كلها في اوضتها، موبايلها وشنطتها. البنت اختفت بلبس البيت، في ايه تاني؟ قولي لي، تقدري توصفي لي شكل الراجل اللي انت شفتيه امبارح؟ الدنيا كانت ضلمه فما عرفتش اشوفه كويس. ولينا قامت وراحت معاه عادي كده؟ ها؟ ما صرختش، ما قاومتش، ما عملتش أي حاجة؟ أنت شايفة إن ده طبيعي؟ وأنتي ما حسيتيش بأي حركة خليتك تقلقي أو تصحي من النوم؟ لا ما حسيتش، إحنا إمبارح كنا سهرانين وتعبانين ونمنا. سهرانين. ماشي. أستاذ محسن. إيه يا أسطى؟ اطلع بره، في موزة عايزاك. موزة؟ موزة ايه؟ وانا شعرفني يا اخويا، دي طلباك بالاسم. طب وصلنا على 2 ليمون بقى يا اسطى. عناية يا اخويا، اطلع بالسلامة. اطلع. ست الاستاذة